الدكتور رئيد نائب رئيس الجمعه، الدكتور احمد نائب رئيس الجمعه. هذا هو سفير الطالبات. يعني الحقيقة أنتم لما ترعوهم أو ترعوا يعني الأزهر هتبقى قيمة الثواب أكثر سواء في الدنيا أو في الآخرة. إنما حتى لو لم يكن هناك رعاية على الإطلاق فحبنا الإمارات يمتد وسوف يمتد لأيام الشيخ زايد، هذا في القلب. يعني ليس له تعلق بما تساعد به الإمارات. صحيح صراحة أكلم حضرتك صراحة وزملائي يشهدوا على ذلك، يعني حبنا للشيخ زايد الله يرحمه حب مستمر، ولكل من يخلف الشيخ زايد من رجاله في داخل الحكومة وفي خارج الحكومة.